يكون عندنا لقاء الخميس القادم إن شاء الله بعد يومين لإطلاق آخر عملية في السجل التجاري وهي البوابة الإلكترونية لإنشاء المؤسسات. تعريف بالخدمات يقدمها المركز للجميع لأبنائنا وشبابنا من أجل الولوج إلى عالم التجارة من خلال سواء سجلات القارة أو سجلات متنقلة، وأيضا حتى المتعاملين الاقتصاديين فيه طفرة كبيرة سواء لإخواننا في الجنوب من خلال سجل المقايضة لتسهيل عملية المقايضة للولايات الأربعة مع إخواننا في مالي والنيجر، وأيضا ما يتعلق بمؤسسات التصدير أصبح الآن الحصول على سجل تجاري أسهل بكثير في وقت زمني قصير بدون وثائق مثقلة، يعني بالنسبة للسجلات القارة فقط عقد الملكية وعقد الإيجار، وبالنسبة للسجلات المتنقلة فقط نسخة من بطاقة التعريف الوطني. بضعة أيام أو تقريبا شهر قرار يخفض حقوق السجل التجاري فيما يتعلق بالدفع الإلكتروني، وهذا من أجل إعطاء هذه الديناميكية.